ألحقت الحرب دمارا واسعا بمدينة المخا، حيث تضررت الكثير من مبانيها الخدمية ومن بينها مستشفى المخا العام، إلا أنه أعيد ترميمه ورفضه بالكادر الطبي والأدوية من قبل التحالف العربي. الآن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها، الناس يتوافدون إلى المستشفى. نستقبل في اليوم ما يزيد على 300 حالة مرضية. تعود الحياة إلى مدينة المخا الساحلية شيئا فشيئا رغم جراحات الحرب، ويعود العمل في مشفاها الوحيد وإن بصورة أقل من المتوقع في ظل انتشار الأمراض والأوبئة، حيث تعود المنشأة الطبية الوحيدة للخدمة لتقدم خدمات علاجية مجانية في مدينة صغيرة ومكتظة بالسكان، إذ تستقبل ما يزيد على 300 حالة مرضية باليوم الواحد، من بينها حالات إسهال مائي يشتبه في إصابتها بالكوليرا.